هذا الاطار هذا كيف جا التعقد ديالكم مع الهلال؟ كنظن بان اولا انا سعيد باش نكون في هذه المدينه، هذه مدينه عزيزه عليا صراحه. اولا جيت انا بسبب الجمهور، لان الالحاح ديال الجمهور كان كبير وكبير جدا، واني اثر فيا بكل صراحه. انا عملت تنازلات على جميع المستويات، ولكن انا سعيد جدا باش نكون انتمي الى اسره الهلال. هلال يعني كلمه غاليه جدا يعني في القلب ديالي. والان انا متواجد في الملعب اللي كانت فيه ذكريات جميله جدا، كنا كنحققوا نتائج رائعه في ذاك السنه. مع الاسف ما تتوش، رغم ان يعني الفريق كان كيستحق باش يصعد بشهاده الجميع، كان فريق قوي جدا، ولكن الان حنا في وضعيه كتطلب يعني تضافر ديال الجهود. من ناحيه التقنيه ان شاء الله حنا غادي نحاولوا ما امكن باش الفريق صباح عنده واحد الشخصيه قويه ويرجع الى الامجاد ديال الهلال. لان صراحه كما ذكرت يعني الهلال اسم ديال الهلال ثقيل، وثقيل باش ثقيل بالتاريخ وكذلك بالجمهور. الجمهور يعني يعشق الفريق واحد العشق كبير جدا، وان شاء الله غادي نتعاونوا جميع ان شاء الله باش نحققوا النتائج اللي يرضى بها الجمهور، وكذلك اللي تخلينا ان شاء الله باش نلعبوا الادوار الاولى ان شاء الله في هذه السنه هذه.